لو كان بيننا اليوم لكان منذ صبيحة العيد يتفقد بيوت الأسرى وأمهات الأسرى وأمهات الشهداء يعايدهم ويقف إلى جانبهم. كان هذا عيد الشيخ خضر عدنان. في هذا العيد نفتقد إلى الشيخ الذي ارتقى حيث الشهداء في جوار ربه في عليين، وقد استشهد داخل سجون الاحتلال وهو يواجه بأمعائه وإرادته الصلبة هذا الاحتلال والسجان المجرم. ولأنه عودنا أن يكون إلى جانب الأسرى وإلى جانب الشهداء، أول ما نتحدث في هذه الموجة المفتوحة إلى زوجة الشهيد القائد رحمه الله خضر عدنان السيدة رندا موسى أم عبد الرحمن. تحياتنا أختي أم عبد الرحمن، وكل عام وأنتم بخير. وأنتم بخير، حياكم الله أخي الكريم، الله يبارك فيكم جميعا. يعني هذا عيد مختلف أختي أم عبد الرحمن، يعني مر عليك تعيدي أنت والأولاد والشيخ داخل السجن أسير، اليوم الشيخ شهيد، هذا العيد مختلف عليكم، لكن لابد من وفاء لهذه العائلة لك ولروح الشهيد الطاهرة الذي عودنا أن يكون في هذا اليوم إلى جانب الأسرى والشهداء. يعني هذا قليل عليكم، لكن كان يجب أن نقول لكم كل عام وأنتم بخير، تقبل الله طاعاتكم، ونتمنى لكم الصبر في هذا اليوم وهذا العيد المختلف تماما. كيف هي مشاعر أم عبد الرحمن اليوم؟ أولا كل عام وأنتم بخير جميعا، والأمة الإسلامية بخير، وأسرانا إن شاء الله بخير، ونسأل الله رب العالمين رب العرش العظيم أن يفرج عنهم جميعا، ويعني ويكونوا بين أهلهم وذويهم، وأن يعني يشفي الله سبحانه وتعالى جرحنا ويحرر أقصانا ومصرانا من دنس الاحتلال. يعني هو شعور مؤلم جدا، يعني ليس يعني الفقد ليس بالأمر السهل، يعني عندما تتحدث عن شخص يعني لك الشيء الكثير، عندما تتحدث عن زوج وأب لتسعة من الأطفال جلهم يعني لا يتجاوز أعمارهم 10 و11 وسنتين وثلاث سنوات، يعني كانت لهم ذكريات في أيام العيد، ويعني ولحظات وبرنامج معين، يعني كانت ليلة العيد يعني ما يناموا طول الليل وهم يستنوا قبل الأذان الفجر، يطلعوا على يعني يتحمموا كلياتهم هم ووالدهم ويلبسوا ويطلعوا على التكبيراتهم ويكبروا في سماعات عرابي، يكبروا يعني من صلاة الفجر حتى صلاة العيد، بعد ذلك يعني يزور الأقارب، بيذهب إلى المقبرة بعد ذلك، وفي بعض يعني منروح على أكثر من بيت لأهل شهداء في عرابي أو في خارج البلاد، وفي بعض المرات كنا أصلا يعني ما نعيد في عرابي، نكون نعيد في مخيم جنين، بيكون مثلا أصدقاء له أو ناس شهادتهم قريبة جدا للعيد، فكنا نكون في نصلي في مساجد جنين ونروح عند شهداء ونعيد عند أهاليهم، يعني كانت لها يعني روحانيات خاصة ومعاني خاصة، يمكن كنا يعني نستشعر يعني لذة يعني وفرحة الوقوف إلى جانب أهالي الشهداء والأسرى. اليوم اختلف الشعور، إن إحنا صرنا أهل شهيد وصرنا يعني ننبسط لما حد يفوت علينا، يعني بجوز يعني زمان ما كنتش أقدر شو قيمة لما كنا نفوت أنا والشيخ عند حدا، أو نيجي من الصبحيات حامين مثلا، أو نجيب عفوا ملابس أو شلو أو أي شيء لأي طفل أهل شهيد أو أهل أسير أو أي شيء، يعني وكأنه أمر بسيط بالنسبة لك، لكن هو يبعني لأهل الشهيد شيء الكثير. يعني لما أنا أفتقد في هذا العيد مثلا يعني أشتري أول ملابس لأطفالي، لكن أفاجأ بكل من يحب الشيخ وكل من يعني يحترم الشيخ ويقدره، إنه يجي ويجيب لك ملابس للأولاد، يجي ويجيب حلو للأولاد، يجي يفطر الأولاد خلال 10 أيام الفاتت اللي كانت أيام الصيام، وكان الأولاد يصوموا لأن كنا نقضي عن الشيخ لأنه ما صام شهر رمضان. هذا كلياته يعني أنا بعتبره نوع من الوفاء، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل الشيخ، ونوع من المحبة، يعني وكأن الله سبحانه وتعالى يرسل لك سلوان، إنه ما يعني الإشي اللي كنت تكون فيه أو الإشي اللي كنت تتحرك فيه لن يذهب هباء، هذا الشيخ خير وهذه أمتنا خيرة إن شاء الله رب العالمين والخير فيها. هذا بشعرك بالفرحة، بس يعني بإنه الخير موجود، إنه وين كنا فقدنا الشيخ ولكن فقدناه لأمر جلل، لكن إن شاء الله رب العالمين دماؤه ويعني وصولاته وجولاته لن تغيب عن كل يعني أذن، سواء صوته أو عين، كل من رآه في كل ميدان، وكل من يعني كل حر يعني يؤمن بأهمية تواجدنا إلى جانب شهداء أهالي الشهداء وأهالي الأسرى. يعني أختي عبد الرحمن، اليوم مش بس عائلة الشيخ بتفتقده، اليوم
كثير من البيوت اللي اعتادت انه تستقبل الشيخ خضر عدنان صبيحه العيد اليوم استفقدوا الشيخ، وكلنا صراحه في العيد دائما كان حاضرا. كيف كانت معنويات الاولاد اليوم وهذا العيد؟ اكيد كان مختلف ايضا على الاولاد تحديدا. صدقا يعني يمكن هاي اول عيد ما بخرجوا على التكبيرات، لانهم يعني هو انا يمكن انا العتب علي واللوم علي، انا نفسيا مش كما المعتاد علي، يعني في نوع من الانكسار لابد من يعني صعب، يعني احنا بنضل نحكي قد ما تكون المراه قويه وقد ما تكون المراه ثابته وصابره، لكن في بعض اللحظات تمر عليك فيها ضعف، خصوصا اذا كنت انت لحالك موجود في الميدان مع اطفالك وتتحدث معهم قريب منهم. لكن يعني الاختلاف أكثر شيء بالاختلاف بعينين الأولاد والبنات الكبار. البنات الكبار لحد الآن مثلا يعني ما لبسنا، احنا بالعادة أنا وياهم كلنا بنطلع، احنا ما بضل حد في البيت يعني، والزيارات كلنا بنطلع نزور، وعلى المسجد كلنا بنطلع نصلي. لكن مثلا البنات الكبار لساتهم مثلا الصغار لبستهم وجهزتهم للعيد، بس قاعدين يعني قاعدين ولا كأنه عيد، يعني لا يعني لهم شيء الكثير. بيحكوا لي نروح نفر مثل ما كان يروح، مثل ما بابا كان يفر، نفوت كلهم احنا أولاد الشهيد خضر عدنان. تخيل وين يعني أنت بدهم يروحوا يفروا على أهل الشهداء مثل ما كان أبونا هم ياخذهم، وكلهم احنا اولاد الشيء، كلهم ما بتعرفوا انكم اولاد الشيء، بس يا امي يعني انتم بعدكم صغار ما بتعرفوا انتم هذا الحكي، ولا هو هذا الشعور صعب، يعني صعب انت توصل. يعني انا في بعض من اولادي لحد الان يعني مش مقتنع انه ابوه مستشهد، لحد الان مقتنع انه ابوه مستشهد وبده يروح، يعني لان احنا اول شيء ما استلمناش الجثمان، ثانيا كان هو غايب له 3 شهور سابقه يعني عنا، فشعور يعني الفقد بكل ما تحملها الكلمه من معنى يمكن مش واصل للاولاد 100%، وان كان البرنامج يختلف كليا، وان كان هو اشبه ببرنامج العيد اللي فات، العيد اللي فات كنا نعاني من يعني الم برضه شبيه بهذا الالم اللي احنا عايشينه، لما كنا احنا على دوار المناره وروحنا بساعه متاخره من الليل على 3 الصبح، وبرضه ما عيدنا لان كنا خايفين يعني، والخوف تجسد فيما بعد، يعني هذا الخوف اللي كنا احنا نعاني منه، وهي الصرخه اللي رحنا صرخناها قبل العيد في يوم، لان كنا حاسين انه هذا الشيء رح يصير. يعني يمكن الالم اللي انا بشعر فيه اني انا يوم من الايام ما حدا صدقنا، سواء احنا او اطفاله او اي حدا كان يحكي انه الشيخ ممكن نفقده في هذا الاضراب، ممكن يعني الشيخ، وكان الناس كلها كانت تعول على هذه الهامه وهذه القامه انها ولا يمكن تنكسر ولا يمكن الاحتلال يقدر. انا ما بلوم الناس، بس انا هيك الناس تنظر للشيخ انه الاحتلال مش راح يقدر له، الشيخ راح ينتصر مثل ما عودنا راح ينتصر. هذا الشيء اللي بشعره في قلوب الناس وفي حديث الناس لما بيجوا عندي، وكانه نوع من الندم على عدم التصديق، لما يعني يقولوا والله والله كنا نسمعك وانت تطلع، بس ما تخيلناش انه الشيخ يستشهد، ما تخيلناش انه اليهود يخلوه يموت، يعني ما تخيلناهوش مش يعني هيك. وهذا حال الناس، يعني حاله الشعور في الندم انه لا قدر الله تقصير او عدم الوقوف الى جانبه. وانا دائما اقول يعني وما زلت اقول وراح اقولها عبر انه هو اجل انتهى، يعني احنا اللي قصر في حق نفسه مش بحق الشيخ، قصر في او احنا في المستقبل اذا قصرنا في اي انسان مضرب او في اي اسير شيء، مقصر في حق انفسنا لانه هو ماض، هو ارتقى، يعني مثل ما الشيخ ارتقى الحمد لله رب العالمين ونال الفردوس الاعلى، ونسال الله عز وجل القبول له ولكافه شهداء فلسطين. يعني هو ارتقى حيث الافضل والاكرم منا جميعا اختي ام عبد الرحمن، وانا بتفهم مشاعرك ومشاعر للاولاد، وفي الاخر يعني هذه محطة ليست سهلة، لكن نتمنى دائما لكم الصبر، ونتمنى لأولادك أن يتجاوزوا هذه المرحلة. وهذا بيت مؤمن تربى على نهج الشيخ خضر عدنان، نتمنى أن يكون شعبنا دائما وفيا لعوائل الأسرى والشهداء كما كان الشيخ خضر وفيا لكل هذه البيوت. كل عام وأنتم بخير أختي أم عبد الرحمن، ونتمنى أنه كمان إحنا يعني نكون يعني قدمنا ولو الشيء اليسير، أنه يعني لو لما قلنا لكم في صبيحة هذا العيد إحنا معكم ما بننساكم، وكل عام وأنتم دائما بخير يا رب. الله يبارك فيكم، كل عام وأنتم بخير، ويعني مثل ما كان يكون خضر، انا كل الاحترام لكم وكل التقدير لكم، وترفع القبعه، يعني انا بقولها دائما لوطن ولطاقمها كاملا، يعني الكل، يعني انا كثير من يعني الناس حكوا معي من الصبح بدهم يحكوا معي، اسمهم مش راح احكي الا مع وطن، غير وطن ما راح احكي يعني اليوم الصبح. هذا فخر لكم. بالنسبه لنا كل التحيه يعني لك، لان انا عبد الرحمن يعني الاصل الانسان يقدر من قدر ووقف الى جانبه في المحنه، وان شاء الله عز وجل انه يجزيكم كل خير عنا وعن كافه اسرانا باذن الله رب العالمين. كل التحيه لك
وللأولاد ولكل عوائل الأسرى والشهداء. تحياتنا إليك أختي مع عبد الرحمن. حياكم الله، الله يبارك فيك.